موجودين النهارده في مؤتمر اخبار اليوم. وطبعا اخبار اليوم دي مؤسسه عريقه، ودايما المؤتمرات بتاعتها ومواضيع المؤتمرات دايما بتكون ملاصقه للحال الاقتصادي والحال الاجتماعي. طبعا التحديات الاقتصاديه نتيجه ازمه كورونا ده موضوع كبير جدا، احنا كصناعه لنا شق مش قليل فيه، لان احنا طبعا كان في كثير من التحديات اللي ممكن يكون قطاع الصناعه والتجاره بشكل عام اتاثر بها نتيجه تحديات كورونا، لكن حقيقي نتيجه برضو بعض الاجراءات وبعض القرارات اللي احنا خدناها كوزاره قللت شويه من حده هذه التداعيات، وخاصه فيما يخص استمرار العمليه الانتاجيه مع التزامنا بالاجراءات الاحترازيه في المصانع. كنا حريصين على ان عمليات النقل والشحن تتم برضو بشكل متواصل. على الجانب الآخر سعينا ان احنا بشكل عام نحافظ على المخزون السلعي لينا كمنتجات محلية من بعض القرارات، سواء ان احنا نقلل شوية من استيرادنا لبعض المواد، ان احنا نتحكم في عملية يعني الاستيراد والتصدير بشكل عام. رسالة بوجهها للشعب المصري، الشعب المصري ده شعب عظيم جدا. أتمنى 20 الحمد لله عدت على الرغم اللي فيها، ولكنها أعتبر عدت بخير. على الرغم من هذه التحديات عدت بكثير من الإنجازات، أتمنى أن الإنجازات دي تتعاظم في 2021. لا يعني فين؟ لا لا، جمعة ده 1 يناير، ده المفترض ان احنا اجازة، لكن من المفترض ان انا عندي جولة في التور، والمفروض قبليها بيوم بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. شكرا شكرا.